احنا كنا بدأنا نعمل variance analysis في الشابتر 7، بنتكلم على الفارينس اناليسيس للدايركت كوست، وعملنا دايركت ماتيريال فارينس، وعملنا دايركت ليبر فارينس، وعرفنا ان الاثنين قريبين لبعض قوي. يعني ده بيتكلم على كوانتيتي وبرايس، بس كنا بنبدأ بالبرايس الاول، وده بيتكلم على ريت وكوانتيتي بس كات اورز. وكنا بنسمي ساعات الكوانتيتي عشان تشتغل مع الاورز افيشنسي، وكنا بنقول ان في كمان اكتوال وستاتيك بادجت، وعملنا في النص الفليكسيبل بادجت، وقلنا ان الفرق ده ما بين الاكتوال والفليكسيبل هو الفليكسيبل بادجت فارينس، وهو ده اللي كنا بنقسموه لبرايس وافيشنسي. ده كان بيتقسم لبرايس وافيشنسي فارينس. هنعمل نفس اللعبه تاني، بس هنعملها مع ايتم جديد اللي هو الاوفر هيد. فنبدا نشتغل على الاوفر هيد. اشمعنى؟ اصل الكوست او المانيفاكتشرنج كوست اساسا هي ثلاث حاجات، هي دايركت ماتيريال ودايركت ليبر والاوفر هيد. الاوفر هيد مشكله لوحدها، عشان كده عملناها في تشابتر لوحدها اللي هو تشابتر 8، هيتكلم على اوفر هيد فارينس اناليسيس. اول حاجه تعالى افتكر كده، هو الاوفر هيد كان عباره عن ايه؟ لما خدنا الكوست او البيزكس اوف كوست او الانترودكشن تو كوست، قلنا ان الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر يتعمل لهم تريسنج، عشان انا اقدر احدد بالظبط البرودكت هياخد قد ايه ماتيريال وياخد قد ايه ليبر. لكن لما جينا عند الاوفر هيد، على الاوفر هيد لقينا عندنا فيه مشكله. اول حاجه كلمه اوفر هيد لوحدها مشكله. ليه؟ لان الاوفر هيد ده مش ايتم واحد، ده عباره عن كوست بول محطوط جواه كل الاندايركت كوست، كل الاندايركت مانيفاكتشرنج كوست محطوطه هنا. باور، رنت، ديبريشيشن، سالاريز، ميه، نور، تليفونات، كل حاجه، كل حاجه اكسبت الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر، كل الاكسبنديتشرز اللي اتصرفت جوه المصنع اكسبت الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر كتير قوي. فاولا كده حطوهم على بعض وسموهم اسم واحد فسموهم اوفر هيد، وقال لك دولت ما يتعمل لهمش تريسنج، دول يتعمل لهم اللوكيتنج. فبداوا يعملوا اللوكيتنج، يعني يوزعوها على البرودكشن. فلو تفتكروا كنا بنعملها ازاي، كنا بنجيب حاجه اسمها كوست اللوكيشن بيس، يعني نوزع بيزد اون، بناء على، كان غالبا بيطلع الماشين اور او الليبل اور. طبعا ممكن يطلع حاجات كتير، ممكن يطلع نمبر اوف يونتس، ممكن يطلع الكوست اوف ماتيريال، لكن اشهر اتنين هما الماشين اور والليبل اور. فكانوا ياخدوا الاوفر هيد كوست يوزعوها باي يوزنج بيس، ويعرفوا كل برودكت هياخد منها كام، او كل جوب هياخد منها كام، او كل يونت هتاخد منها كام. فاولا هي مختلفه عن الدايركت، ان ديت دايركت بيتعمل لها تريسنج، انما الاوفر هيد هي ان دايركت ويتعمل لها اللوكيشن. يبقى في عندنا حاجه جديده اسمها كوست اللوكيشن بيس، ده ما كانش موجود مع الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. تاني حاجة ان الاوفر هيد نفسها فيها مشكلة تانية. الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر دولت فاريبل كوست، لكن لما تيجي تتكلم على الاوفر هيد تلاقيها تطلع لك نوعين، نوع فاريبل يعني فارينج ويز برودكشن، ونوع فيكسد ده كونستنت اماونت ما بيتغيرش. فبالتالي دي حاجة جديدة، احنا كنا بنشتغل مع الحاجات الفاريبل، فجأة بينا نشتغل مع فاريبل ومع فيكسد. عشان كده هنقسم شابتر 8 دوت على مرتين، مرة هناخد الاوفر هيد الفاريبل، وده هناخده النهاردة ان شاء الله. يبقى النهاردة هنشتغل على فاريبل اوفر هيد فارينس، والمرة الجاية ان شاء الله نشتغل على الفيكسد اوفر هيد فارينس. طب يلا بينا. يبقى احنا اتكلمنا على الدايركت كوست وعملنا لها شابتر 7،
شابتر 8 او الكرنت شابتر هيتكلم على الفارينس اناليسيس بتاع الان دايركت كوست اللي هي اسمها اوفر هيد كوست. احنا كبتوع كوست اكاونتنج ما بنحبش نقول ان دايركت مانيفاكتشرنج كوست، بنقول مكانها على طول اوفر هيد. الاوفر هيد هي الان دايركت كوست. طب ايه المشكله؟ المشكله ان رقم الاوفر هيد اصلا رقم كبير جدا. يعني ايه رقم كبير؟ يعني تعال نشوف كده مصنع ايه الاوفر هيد كوست بتاعته وايه الماتيريال والليبر بتاعته. هتلاقي ان الاوفر هيد مع زياده الاوتوميشن بقى غالي قوي. اول حاجه اللاند، الارض اللي عليها المصنع دي، وبيلدينج واكويبمنت وباور والكتريسيتي وميه ونور وتليفونات دي حاجات كتير قوي. طبعا هتقول لي الله هي اللاند هتخش معانا؟ لا، اللاند هي كوست، لكن احنا ما بناخدش منها كوست افري يير، لكن بناخد كوست من البيلدينج والاكويبمنت اللي كنا بنسميه يا شباب الديبريشيشن. ما هو الديبريشيشن اكسبنس ده كل ما رقم الاكويبمنت بتاعك كبر كل ما رقم الديبريشيشن بتاعك زاد. هتقولي طب وايه اللي يكبر الاكويبمنت؟ الاوتوميشن. دلوقتي لو دخلت جوه مصنع عربيات وقلت لك العربيه ديت بتتصنع ازاي، قول لي بتجيب لها ماتيريال، البودي بتاعها والشاسيه والموتور والعجل، ده الماتيريال. الليبر تلاقيها قلت جدا، ما عادش فيه دايركت ليبر كتير، هو موجود لكن عددهم قليل قوي. لكن ايه معظم التكلفه؟ هو الروبوتس اللي بتبدا تجمع العربيه ديت، الاجهزه والمعدات الموجوده جوه المصنع، اجهزه الكمبيوتر اللي شغالين بيها والروبوت والانظمه اللي شغالين بيها. فتلاقي رقم الاكويبمنت ده بدا يزيد قوي، فتلاقي الاستثمارات في مصنع زي دوت ضخمه جدا، فرقم الاوفر هيد بدا يكبر، فخلى اهتمام المديرين اكتر على الفارينس بتاع الاوفر هيد. يعني زمان كان يقولوا احنا نركز على الماتيريال والليبر على اساس هم دولت العناصر الاساسيه، لدرجه ان احنا كنا بنسميهم زمان لما جينا عملنا الماتيريال والليبر اوفر هيد وقلنا اول اثنين اسمهم برايمري كوست والثانيه اسمها كونفرجن. فالبرايمري كان هي التكلفه الاساسيه بتاعتي ماتيريال وليبر، لكن مع التطور التكنولوجي اللي حصل بقينا نتكلم على ان الجزء الاكبر من الكوست بقى هو الاوفر هيد كوست. عشان كده لازم نركز عليها اكتر في عمليه البلاننج والكنترولنج، عمليه الفارينس اناليسيز، نشوف كنا مقدرين كام ووصلنا فعلا لكام. عشان كده في مشكله كمان عندنا في الفارينس اناليسيز بتاعت الاندايركت، هي مساله التفسير الانتربريتيشن. دي محتاجة تركيز شوية. ليه؟ أصلك أنت زي ما هنشوف النهاردة في الجزء شوية اكسرسايزز كده هنعملهم مع بعض، شوية ام سي كيو، هتفاجئ إن الحدوتة بتركز على بيس مش استخدام الأوفر هيد. ودي مسألة مهمة قوي. يعني أنت لما تيجي تطلع فاريانس بتقول والله إحنا استخدمنا كمية مواد أكتر من كمية المواد المستهدفة، استخدمنا ساعات عمل اكتر من كميه الساعات الاستيميتد او البادجت او الستاندر، لكن هنا انت بتتكلم على كوست الوكيشن بيس، بتتكلم على عدد ساعات ماشين اور مربوطه باوفر هيد. فبالتالي عمليه التفسير عمليه مش سهله زي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. واللي صعبها اكتر هي الفيكسد، لان الفيكسد اصلا هي كونستنت اماونت. يعني لما تيجي تقول لي انا هنتج 1000 او انتج 2000 او انتج 3، طالما انت في الريليفنت رينج فانت رقم الفيكسد كوست بتاعك ثابت، بتتكلم على اني فاريانس. يبقى مساله الانتربريتيشن او مساله التفسير محتاجه يعني كيرفلي اكتر، محتاجه عنايه اكتر من المديرين، لان المساله مش بالسهوله بتاعه الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. عشان كده النهارده احنا هنتعلم ازاي نفسر الفاريانس اللي بيطلع من الاوفر هيد. احنا كنا لعبنا مع الستاندر كوست وعرفنا ان الستاندر كوست هو بيحدد بالظبط هنحتاج قد ايه ماتيريال، هنحتاج قد ايه ايبر، وده سميناه تريسنج. فالكوستنج سيستم اللي بيشتغل على الستاندر بيعمل تريس للدايركت كوست، فبيعرف بالظبط الانتاج هيستخدم قد ايه.
لكن لما نيجي نشتغل على الاوفر هيد يبقى احنا بنتكلم على بيس. البيس ده بيعتمد على ريت. وبعدين نبدا نطلع الابلايد. لو تفتكر لما كنت بتاخد الجوب كوستنج سيستم في سنه ثالثه كان شكله عامل كده، كان ستيبس 7. كان اول حاجه بيحددوا الجوب لو تفتكر، نمره 2 كانوا بيطلعوا الدايركت كوست اللي هي دايركت ماتيريال ودايركت ليبر، ويجوا 3 و4 و5 و6 يعالج مشكله الاوفر هيد. يعني السيستم ده 7 ستيبس، في 4 ستيبس ريليتد بالاوفر هيد. فواضح كده ان الاوفر هيد كانت مشكله. ايوه كنا بنحسب لها بيس الاول وبعدين نطلع التوتال بادجتد اوفر هيد، وبعدين نطلع البادجتد ريت، وبعدين نحسب الابلايد لو تفتكر اللي بعض الناس كانوا بيسموه اللوكيتد اوفر هيد. فالحدوته كانت كبيره. ما هي الحدوته الكبيره دي جاء معادها النهارده انك تطلع الفاريانس بتاعها. حتى احنا لما كنا بنشتغل في الابلايد كان بيطلع لنا ساعات اوفر ابلايد واندر ابلايد، فاكرهم؟ او الاوفر ابلايد والاندر ابلايد دول فاريانس. احنا هنتكلم النهارده على الاوفر ابلايد والاندر ابلايد، هنتكلم على الفاريانس اللي ما بين الابلايد وما بين الاكتوال. احنا كنا بنقارن الابلايد بالاكتوال ونطلع الفرق بينهم، يا اوفر ابلايد لو الابلايد اكبر، اندر ابلايد لو الاكتوال هو الاكبر. لكن احنا مش هنستخدم كلمه اوفر ابلايد واندر ابلايد في المرحله دي، احنا بنشتغل على فاريانس. تعال نتفق مع بعض اتفاق كده ان اللعبه ديت محتاجه 3 حاجات تبقى عارفهم واتنين كوست. 3 حاجات تبقى عارفهم واتنين كوست. اول حاجه انت بتشتغل مع بيس اسمه كوست الوكيشن بيس، يطلع ماشين اور يطلع ليبر اور، انت بتشتغل على بيس، بتوزع بتعمل الوكيتنج للاوفر هيد اوفر برودكشن باي يوزنج بيس. فمحتاجين نعرف 3 حاجات على البيس ده اسمه ايه، ودي مساله ما تستهونش بيها. هل هو ماشين اور؟ هل هو ليبر اور؟ هل هو نمبر اوف يونتس؟ هل هو كوست اوف ماتيريال؟ غالبا انا بحب اشتغل مع الماشين اور والليبر اور على اساس ان دول اشهر بيسز ممكن نعمل بيهم اللوكيشن. يهمني تبقى عارف التوتال بادجت بتاعك يساوي كام؟ توتال بادجت بيس، يعني لو قلنا ماشين اور يبقى التوتال بادجت ماشين اور، يعني الشركه مقدره ماشين اور قد ايه؟ ويهمني تبقى عارف الاكتوال بتاعك قد ايه؟ الاكتوال بيس يوزد فور اكتوال برودكشن، استخدمنا قد ايه؟ يبقى انت محتاج اسمه، محتاج البادجت بتاعه، محتاج الاكتوال بتاعه، وزي ما هنشوف دلوقتي في الاكسرسايز هندور عليهم ونعمل بيهم ايه. ومحتاجين تو كوست نلعب معاهم، محتاجين البادجت فاريبل اوفر هيد كوست، ومحتاجين الاكتوال فاريبل اوفر هيد كوست. انت محتاج طبعا، انا حطيت كلمه فاريبل هنا عشان احنا خلاص هنبدا نشتغل دلوقتي على الفاريبل اوفر هيد، والمحاضره اللي جايه ان شاء الله نشتغل على الفيكسد اوفر هيد. فانت محتاج رقم البادجت ومحتاج رقم الاكتوال، ليه؟ عشان تطلع الفاريانس. ما هو الفاريانس عباره عن ديفرنس بتوين بادجت واكتوال. واحنا بنعمل جدول لو تفتكر كان الجدول بتاعنا ايه ده، هو نفس الجدول، نفس الجدول، هنعمل اكتوال وهنعمل بادجت وهنقسم الاكتوال 2 قد بعض ونقدم البادجت 2 بس مش قد بعض، واحده كبيره وواحده صغيره، ده اكتوال وده ريت، ده بادجتد وده ريت. بس قلنا ده فاكرين كان اسمه ايه في الماتيريال مثلا؟ كان اسمه بادجتد كوانتيتي allowed for actual production. لما جينا عند عند الليبر شلنا كلمه كوانتيتي وكتبنا مكانها اور، او النهارده هنكتب مكانها البيس، يعني بادجتد ماشين اور لو البيس بتاعنا ماشين اور، بادجت ليبر اور لو البيس بتاعنا ليبر اور. لكن هي نفس اللعبه ونفس الخطوات ونفس الشغل بتاعنا ان شاء الله. يبقى احنا محتاجين شويه معلومات عن البيس اسمه، وده مهم جدا جدا، دي فيري امبورتنت، لو تهت عن اسم البيس السؤال ما يتحلش. محتاج تعرف البادجت بتاعته، ومحتاج تعرف الاكتوال بتاعه، محتاج تمسك الفاريبل اوفر هيد تعرف البادجت بتاعها والاكتوال بتاعها. طب تعالى كده نركز بالراحه، تعرف تحسب الريت؟ انا عايز بادجت ريت،
بادجت فاريبل اوفر هيد ريت، فقال لك خد البادجت فاريبل اوفر هيد كوست، يعني بادجت كوست على بادجت بيس يطلع بادجت ريت. ده بيور اهي، بادجت اوفر هيد كوست على بادجت بيس، يعني ممكن يبقى عندي 100,000 جنيه، ده البادجت اوفر هيد، البادجت اوفر هيد اللي هي دي على البادجت بيس بتاعنا وليكن 10,000 ماشين اور، فتلاقيه طالع لك $10 لكل ماشين اور، اهو ده اسمه ريت. ريت يعني دولار لكل ماشين اور، او دولار لكل ليبر اور، بحمله بقد ايه؟ يعني المنتج بتاعي لو اشتغل 100 ساعه اخد ال 100 ساعه واضربهم في ال 10 يبقى يتحمل كوست 1000 جنيه. لو منتج تاني خد 200 ساعه يبقى 200 في 10 ب 2000 جنيه. دي وسيله تحميل الكوست او تؤلوكيت الاوفر هيد كوست. ده البادجت، بادجت ريت. طب عايزين نحسبه الاكتوال، يبقى اكتوال في اكتوال. هناخدوا الاكتوال ريت نضربوه في الاكتوال بيس، يبقى انا عندي تو ريتس. عندي تو ريتس، عندي واحد اكتوال وعندي واحد بادجت. وعندي كميات، كميه اكتوال وكميه بادجت. بس عندنا كميه ثالثه كنا بنحطها في النص كان اسمها الفليكسبل. فاكر الفليكسبل؟ الفليكسبل دي هي الابلايد يا شباب. هي عباره عن الفاريبل اوفر هيد كوست بادجت اللاود فور اكتوال برودكشن. هي دي اللي كنا بنعمل لها الخانه الكبيره في السمري بتاعنا. جميل. دي عباره عن ايه؟ عباره عن البادجتد بيس اللاود فور اكتوال برودكشن مضروب في البادجتد ريت، مضروب في البادجتد ريت. تعال اوريها لك. الجدول بتاعنا هيبقى شكله عامل كده. السمري، مش احنا قلنا هنشتغل بسمري؟ بنقسمه نصين، نص اكتوال ونص بادجت. بس تعالى نتفق مع بعض، ده ما اسموش بادجت بجد، ده اسمه فليكسبل بادجت، بس احنا بنسميها بادجت كده يعني عشان نسهل على نفسنا، لكن اسمه الحقيقي فليكسبل بادجت. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انت نسيت ان احنا اول محاضره خدناها كان عندك ثلاثه، كان عندك اكتوال وكان عندك ستاتيك بادجت وكان عندك فليكسبل بادجت اللي عملناه في النص. او الاستاتيك ده بادجت مضروب في بادجت، والاكتوال ده اكتوال مضروب في بادجت. امال ده ايه؟ ده بادجت كوانتيتي الاود فور اكتوال برودكشن، مش كده ولا ايه يا شباب؟ كانت حته بادجت وحته اكتوال، عشان كده سميناه ايه؟ فليكسبل. اصل الاستاتيك بيتعمل عند رقم واحد بس اللي هو البادجتد كوانتيتي او بادجت يونت او بادجت ماشين اور، لكن الفليكسبل بيبقى اللود فور ذا اكتوال برودكشن. عشان كده كان مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ان ده اسمه فليكسبل بادجت، لكن احنا بنكتبها بادجت. بنقول هنا اكتوال بيس واكتوال ريت، اي كلمه بيس دي قبل كده كنا بنقول عليها كوانتيتي او اورز. طب سميناها بيس ليه؟ لانها ممكن تبقى ماشين اور وممكن تبقى ليبر اور حسب البيس اللي عندي، حسب اسمه. ده اكتوال ريت، واجي هنا على البادجت ريت، ده بادجت ريت. امال ده ايه؟ ده يبقى بادجتد بيس ايا كان اسمه بقى، ماشين اور ليبر اور، هنكتب اسمه طبعا اللاود فور اكتوال برودكشن. وقلت لك ساعات ما بيقولوش عليه برودكشن، بيسموه اوتبوت. كلمة اوتبوت او برودكشن هما نفس الحاجة. وبتحط الأرقام، وليكن مثلا هنا 10,000 ماشين اور 5 جنيه، وهنا مثلا 4 جنيه ونص. يعني الريت الأكتوال 5 جنيه، الريت البادجت 4 ونص، لكن الرقم ده كنا بنجيبه ازاي؟ كنا بنجيب كل يونت تاخد قد ايه ماشين اور بادجت. فكنا بناخد مثلا 3 في 3,000 فيعملوا 9,000 ماشين اور. ايه الثلاثة دي؟ دي البادجت ماشين اور فير يونت، يعني كل ماشين اور مخططين ستاندر انها تاخد 3 ساعات.
طب انت انتجت كم يونت فعلا؟ انتجنا 3، فيطلع لك الرقم ده 9000 ماشين اور. بنفس الشكل بتاعنا اللي احنا اتعودنا عليه هنشتغل بيه هنا، وهتلاقي العمليه ان شاء الله بقت سهله. طب يلا بينا. الفرق بين الاكتشوال وبين الفليكسبل بادجت ايه؟ ده السمري اهو. التوتال ده، ما هو دول ضربناهم في بعض يطلعوا فليكسبل بادجت، ولو دول ضربناهم في بعض يطلعوا اكتشوال. الفرق بين الاكتشوال ده والفليكسبل بادجت ده اسمه سميناه قبل كده فليكسبل بادجت فارينس. احنا فعلا كنا بنعمل كده، بناخد كده، بناخد الاكتشوال والفليكسبل بادجت والاستاتيك بادجت، واقول الفرق بين الاثنين دولت الفليكسبل بادجت فارينس، وكنا بنعمل له تقسيمه. فاكر التقسيمه بتاعت الماتيريال؟ كان برايس وافيشنسي. طب فاكر الليبر؟ كان برايس او ريت وافيشنسي. طب تتخيل ده هيطلع ايه؟ ما اقدرش اقول برايس وريت يا شباب، لكن ممكن اقول سبيندنج. ما هي كلمه سبيندنج يعني صرف فلوس، فيبقى البرايس صرف فلوس، الريت صرف، ده معدل اجر الساعه، يعني ده 5 جنيه في الساعه، ده 3 جنيه للكيلو، ده السبيندنج، دي الفلوس اللي صرفناها. يبقى انا دلوقتي عايز اميز الثلاث حاجات دول عن بعض. لما اشتغل ماتيريال واشتغل ليبر واوفر هيد، انا عايزك دايما تبقى متابع كل درس بيكمل على اللي قبليه. كان الفارينس بتاعنا هنا برايس وافيشنسي، كان هنا ريت، وساعات كانوا يسموه برايس برضو وافيشنسي. اهو ده يسموه بدل برايس او ريت يسموه سبيندنج، لكن برضو اسعار بقى سبيندنج يعني فلوس، وافيشنسي. يبقى واضح كده ان الافيشنسي معانا على طول، لكن حسب نوع الكوست يطلع الاولاني. هل هو برايس لانها بتتكلم على كيلو فسعرها كام؟ هل هو ريت لان معدل اجر الساعه للعمال؟ ولا هو سبيندنج الفلوس اللي صرفناها؟ عشان كده الفاريانس ممكن نقسمه لاثنين، سبيندنج فاريانس وافيشنسي فاريانس، زي ما كنا بنقسم اللي قبل كده الاثنين. طب تعالى كده مع بعض عشان نفتكر. ما تنساش ان الرقم اللي عندك الفليكسبل بادجت اماونت ده هيتحسب ازاي؟ ده رقم allowed for output unit، allowed for actual production. كنا بنجيب البادجت كوانتيتي في الماتيريال، ليبر في الاور، هنا يبقى بادجتد بيس، وليكن ماشين اور، يبقى بادجتد ماشير اور بير يونت، ده رقم بادجت اهو، واقوم ضربه في الاكتشوال برودكشن بتاعي. نفس اللي عملناه هناك، بدل ما اقول بادجتد كوانتيتي، بدل ما اقول بادجت ريت بقول بادجت بيس، ويبقى البيس بتاعنا حسب اسمه، وليكن ماشين اور، يبقى بادجت ماشين اور بير يونت. الواحده متخطط لها استيميتد ستاندر تاخد قد ايه؟ مثلا تاخد 5 ماشين اور، وحضرتك انتجت اكشوالي 1000، يبقى حضرتك اللود انك تستخدم 5000 ماشين اور. الرقم ده اسمه بادجت بيس اللود فور اكشوال برودكشن. فمثلا لو الاكتشوال اوت بوت بتاعنا 11000 والبادجتد ماشين اور 40000، مخططين نستخدم ماشين اور، ماشين اور ده البيس، فور بادجت يونت 10000، هننتج 10 نستخدم معاهم 40000 ساعه، يبقى الساعه الواحده بكام؟ خلي بالك ده بادجت وده بادجت، فاحنا عايزين نستخدم، بنقول يبقى البادجتد ماشين اور بير يونت تساوي كام؟ انا علمتكم في المحاضره، لما تحب تحسب حاجه زي كده الاولاني يتكتب فوق والتاني يتكتب تحت، يعني بادجت ماشين اور تتكتب فوق ومير يونت يبقى نمبر اوف يونتس تحت، فانت محتاج 40000 ماشين اور تو بروديوس 10000 يونت، يبقى معنى كده طالع لك 4 ماشين اور بير يونت. معناه ايه؟ معنى احنا استيميتد تو يوز 4 ماشين اورز تو برودوس 1 يونت،
كل يونت بتصنعها بتستخدم 4 ماشين اورز. طب حضرتك انتجت فعلا 11000، طب ايه المشكله؟ يبقى انا عايز محتاج الالاود تو بروديوس ال 11000. هتقول لي هاخد ال 11000 واضربها في الاربعه يطلعوا 44000. ال 44000 ديت هي البادجتد ماشين اور الاود فور اكتوال برودكشن. طب عايزين نخليها فلوس، ما دي عدد ساعات اضرب في ريت، فلو كان الريت بتاعهم 30 يبقى الفليكسبل بادجت بتاعك 44000 في 30. قول لي يا دكتور انا اتلخبط، هقول لك ولا اتلخبطت ولا حاجه. فاكر السمري بتاعك؟ ما هو انت لما تحتاس ارجع للسمري، كان شكله عامل كده، ده اكتوال وده بادجت. بس نقول تاني، ده مش بيور بادجت، ده فليكسبل، بس احنا بنكتب عليه بادجت. تعال نكتبه فليكسبل يا سيدي. ده اكتوال ماشين اور، ده اكتوال ريت، وده الالاود فور اكتوال برودكشن، وده بادجت ريت. فعلى السؤال بتاعنا احنا استغلنا ب 11000 يونت، اليونت الواحدة بتاخد 4، اهي دي 4 في 11000، يبقى حضرتك استخدمت او مسموح لك الاود تستخدم 44000. لو ده 30 دولار، لو ضربنا دول في بعض الناتج بتاعهم اسمه ايه؟ اسمه الفليكسيبل، ها اسمه الفليكسيبل بادجت كوست. طب لو ضربنا دول في بعض يطلعوا ايه؟ يطلعوا الاكتوال كوست. يبقى دي فليكسيبل بادجت كوست ودي اكتوال كوست. لو ضربنا دول في بعض يعني خدنا الرقم هنا 40 مثلا 42000 ساعه مثلا في 25 جنيه، مضروبهم في بعض كده حصل الضرب ده اسمه اكتوال، لان الرقم ده اكتوال والرقم ده اكتوال. لكن هنا فليكسيبل لان الرقم ده بيزد على رقم اكتوال، الاود فور اكتوال مضروب في ريت. ده عملناه قبل كده بس قلنا نفكر بعضنا بيه تاني. طب يلا بينا، يلا ايه؟ ما احنا عايزين نطلع الفليكسيبل بادجت فارينس اللي هو الديفرنس بين الاكتوال والفليكسيبل بادجت، ونعمل له اناليسيس في الماتيريال كان برايس وافيشنسي، في الليبر كان ريت وافيشنسي. هنا يبقى اسمه سبيندنج وافيشنسي. ايه بقى السبيندنج؟ ده فلوس وده كميات، ماشي كده يا شباب؟ ده فلوس عشان ده تبع البرايس، ده تبع الريت، ده تبع الاكسبنديتشرز المصاريف اللي احنا صرفناها في الاوفر هيد. هتقولي مصاريف ايه؟ هقول لك ميه ونور وتليفونات، ما هي دي كلها سبيندنج، كل دي مصروفات. عايزين نعرف كنا مخططين ندفع كهرباء كام ودفعنا كهرباء كام فعلا؟ هل احنا عندنا فارينس سبيندنج فارينس فيفرابل ولا ان فيفرابل؟ مش عرفني. لو كان الاكتوال اكبر يبقى ده حاجه وحشه لانك بتصرف، لو كان الاكتوال اقل ده حاجه كويسه اقدر تتوفر. بنفس المنطق اللي احنا عملناه هو نفس الكلام بالظبط، بس هنغير كلمه برايس بكلمه سبيندنج. بنعملوها ازاي؟ هتقول لي هات السمري كده، انا عايزك دايما تشتغل بالسمري. ده الاكتوال، ده البادجت بتاعك، تمام كده؟ ده بيس وليكن ماشين اور، وده ريت، ده الماشين اور البادجت الالاود فور اكتوال برودكشن، وده ريت بادجت. تعال نقول ارقام كده، ده 10000 ماشين اور، ده 5 جنيه، ده 11000، ده 4.5. عايزين نطلع السبيندنج فارينس. فاكر كنت بتعمل البرايس ازاي؟ كان الفرق بين البرايس الاكتوال والبرايس البادجت مضروب في اول واحده اللي هي الاكتوال. اي نفس اللعبه، هقول 5 ناقص 4.5 مضروبه في 10. ايه ده؟ هي بالظبط، بتاخد الاكتوال ريت اهو، تطرح منه البادجت ريت اهو، وتضرب في الاكتوال بيس يوزد، ما هو ده
اكتوال بيز ده اليوزد ده اللي انت استخدمته فعلا بنفس المنطق اللي اشتغلناه قبل كده طيب يبقى انا كده لو عندي اكزامبل زي دوت كوست الوكيشن بيز كان ماشين اور ده اسمه الاكتوال فاريبل اوفر هيد كوست بير ماشين اور 29 طب ما تيجي نعمله السمري على الارقام اللي معانا ادي الاكتوال وادي الفليكسبل بادجت بتاعي بيقول لي هنا الكوست بتاعنا اسمه ماشين اور يبقى ده ماشين اور خلي بالك دي يوزد اكتوال فاريبل كوست بير ماشين اور 29 يبقى ده الريت بادجتد فاريبل اوفر هيد كوست بير ماشين اور 30 دي البادجت ريت اند ذا اكتوال كوانتيتي اوف ماشين اور يوزد 4500 تعرف تحسب السبندنج فاريانس تقول لي سهله يلا بينا 29 ناقص 30 اللي هو الاكتوال ريت ناقص البادجت ريت مضروب في 4500 خلص خلي بالك ده فيفربل ولا انفيفربل طلع بالماينس يبقى ده فيفربل مش هعرفك انه فيفربل حبيبي انت كنت مخطط لك تصرف 30 دولار للساعه قدرت تصرف 29 بس دولار للماشين اور يبقى انت قدرت توفر احنا قلنا الكوست لما يطلع بلس يبقى انفيفرابل لما يطلع ماينس يبقى فيفرابل والكلام ده بس مع الايه مع الكوست طب جميل العادي بتاعنا ادي السمري بتاعي هحط جوه الارقام بتاعتنا الاكتوال بتاعنا كان 29 البادجت بتاعنا كان 30 سوري ده كان 4500 طلع الفاريانس بتاعك يبقى 29 ناقص 30 مضروب في 4500 يطلع لي الرقم بتاعي 4500 دولار ويبقى فيفربل ام فيفربل ها هيبقى فيفربل جميل طب يلا نطلع التاني كان ايه التاني كان كوانتيتي وافيشنسي اه ده الافيشنسي يبقى احنا هنتكلم على الافيشنسي فاريانس طب يلا كده نجرب كان بيتعمل ازاي تعال نجرب السمري بتاعنا لو احنا عندنا اور كوست اللوكيشن بيس ماشين اور يبقى ده اكتوال ماشين اور The budgeted machine hour allowed for actual production, the actual rate, the budget rate, the summary. ده السمري بتاعي خلي بالك ان كلمة budget دي ما تنساش دي اصلا flexible budget بس احنا بنقول عليها budget. We actually had 4500 actually يبقى ده الاكتوال. Our budgeted machine hour for actual production 4000 وهطولك جاهزة. قايل لك اهو budgeted machine hour for actual production ده الـ allowed for actual production والـ budgeted overhead 30 تعرف تحسب اذا طب الرقم ده انا مش محتاجينه انا عايز اجيب الـ efficiency يبقى هجيب 4500 ناقص 4000 ونضرب في الـ budget rate ب 30 فيطلع لنا 15000 دولار ده فيفربل ان فيفربل ده ان فيفربل لان مين الاكبر ها الاكتوال صعبه اللعبه هو نفس الكلام اللي احنا عملناه قبل كده بس الاسم اختلف بس ده الشكل بتاعنا ادي بيور اكتوال فخدنا الاكتوال كوانتيتي في الاكتوال ريت الانبوت كوانتيتي ده البيز بتاعنا دي يسموها actual cost incurred يعني actual دي رقم pure actual ده actual وده actual الرقم اللي هنا ده actual input quantity اللي هو ده مضروب في budget rate ودوت الفليكسبل budget اللي هو budgeted allowed for actual output budgeted base allowed for actual output مضروب في budget rate الفرق بين اول اتنين هو السبندنج فيفرابل اهو والفرق بين تاني ان فيفرابل
بجمعهم على بعض يطلع الفليكسبل بادجت بتاعي. عشان كده قلت لك انت ممكن تطلع ده ودوت وتجمعهم على بعض يجيب لك الفليكسبل بادجت بتاعك. بس طبعا احنا مش محتاجين الرسمه دي كلها، المساله اسهل من كده بكتير. المساله محتاجه بس انك تبقى عارف انك لما تيجي تتكلم على السبندنج خد ريت اكتوال ريت ناقص بادجت ريت واضربه في اكتوال بيس. لما تيجي تتكلم على افشنسي يبقى خد اكتوال ها ماشين اور اللي هو البيس ناقص البادجتد ماشين اور او هو البيس اضربه في البادجتد ريت. اول واحده بتاخد اول واحده، الثانيه بتاخد اخر واحده، فانت من السمري كده تبقى العمليه محسومه. طيب الافشنسي فاريز في دايركت ماتيريال والدايركت ليبر كانت العمليه سهله، كانت كل اللي بتفكر فيه انا استخدمت قد ايه يوزد ماتيريال او ليبر وعلاقتهم بالستاندر او البادجت. فانت لو استخدمت اكتر من البادجت بيقولك انت كده انفيفرو، لو استخدمت اقل ده فيفرو. كانت العلاقه واضحه لان هي الاتنين كميات الاتنين اورز، لكن لما بتيجي تشتغل مع الاوفر هيد الحدوته مختلفه شويه. ليه؟ الاوفر هيد او الفاريبل اوفر هيد اللي بنتكلم عليه النهارده ده بيتوزع بيزد اون استخدامك لكوست الوكيشن بيس، يبقى الافشنسي بتاعك ما بيقيس استخدامك للاوفر هيد، ده بيقيس استخدامك للبيس. انت استخدمت بيس ماشين اور اكتر او اقل، ودي مختلفه خالص عن كميه مواد كنا مقدرين نستخدمها واستخدمناها فعلا. هنا بتكلم على بيس، والبيس ده مساله حكميه، فعشان كده احنا قلنا احنا محتاجين تركيز اكتر على تفسير الاوفر هيد فاريانس. فالفاريبل مثلا الافشنسي بتاعك ده بيركز على استخدامك للبيس، يعني انا كنت مقدر تشتغل 30 ماشين اور بادجت، جيت انت اكشولي استخدمت 31 ماشين اور. احنا بنتكلم هنا على بيس، ما بنتكلمش على كميه مواد مستخدمه، ما بنتكلمش على كميه ساعات، بنتكلم على بيس. وبالتالي العمليه مختلفه شويتين عن اللي عملناه قبل كده في التفسير، وده اللي هيبان لما نيجي نسال النهارده. طبعا كمان الامر في السبندنج، السبندنج هناك كان سعر لحاجه واحده، يعني انت بتشتري ماده خام لها سعر بتجيب عامل له ريت، انما هنا انت بتتكلم على مليون ايتم، بتتكلم على المصروف اللي انت بتصرفه لكل بيس لكل ماشين اور، كهرباء وميه ونور وتليفونات في حدوته. عشان كده السبندنج يا شباب والافشنسي بتاع الاوفر هيد بيحتاج مننا تركيز اكتر في التفسير بتاعه، في التفسير بتاعه. عشان كده النهارده احنا هنركز على التفسير بتاعه شويه. تعال نجرب بقى حكايه التفسير ديت، هنعرف نعملها ولا لا. ركز بقى معايا كده لان الكلام اللي جاي دوت مهم جدا. اول حاجه دي شويه اسئله ام سي كيو، هتقول لي نظري؟ لا هو مش نظري، هو تفسيرك لمعنى الفاريانس. احنا مهم ما يبقاش في غلطنا ان احنا نعمل كالكوليشنز وبس، يعني نقول 5 ناقص 6 مضروبه في 10، ده لو جبت حوده ابن اختي الصغير هيعرف يعملها لو في الكي جي 2، مش محتاجه محاسب. انما المحاسب بقى ازاي يفسر الكلام ده، يعمل له اناليسيس، يقول الكلام ده معناه ايه. اهو ده احنا عايزين نتعلمه دلوقتي مع بعض. بالنسبه للماتيريال كان المعنى واضح، يا اما السعر زاد يا اما الكميه اللي استخدمناها زادت. بالنسبه للليبر كان السعر واضح، يا اما عدد الساعات اللي استخدمتها زادت يبقى انت الافشنسي بتاعتك وحشه، يا اما الريت بتاعك زاد يبقى انت عندك فاريانس في الريت. انما هنا الحدوته مختلفه شويه. يلا بينا. بيقول لك the variable overhead flexible budget variance. flexible budget variance ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الفليكسبل بادجت فاريانس، ده الفاريانس الكبير. مش انت عندك استاتيك وفليكسبل واكتوال؟ اهو الفرق بين الاثنين دول كان اسمه فليكسبل بادجتد فاريانس.
وبيسألك على ده. شوف انا رجعت للاساس بتاعي، بيقول لي ذا فاريبل اوفر هيد فليكسبل بادجتد فاريانت ميجر ذا ديفرنس بتوين ايه. بص كده للرسمه اللي انا عملتها دي، فرق ما بين ايه وايه. اكتوال فاريبل اوفر هيد كوست اكتوال اند ستاتيك. هل هو الفرق ده؟ لا، ده التوتال فاريانس، ده مش الفليكسبل فاريانس، ده التوتال، يبقى دي غلط. اكتوال فاريبل اوفر هيد كوست اكتوال وفليكسبل بادجت، اه هي دي، يبقى الاجابه الصح بتاعتي هي بي، يبقى الاجابه الصح بتاعتنا بي. طب تعالى نشوف سي كده، ذا ستاتيك اند فليكسبل، الفرق بين ده وده. فاكر ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه سيلز فوليوم فاريانس، ده ما اسموش فليكسبل. نان اوف ذا اباف، لا، الاجابه الصح بتاعتنا هي بي. يبقى واحده واحده كده، يبقى الاجابه بتاعتنا الاولانيه هي بي، الإجابة الأولانية بتاعتنا بي. تعال نجربه كمان واحدة، ركز بقى. 5000 unfavorable flexible budget variance معناها إيه؟ ركز كده. أول حاجة ده اسمه flexible budget variance، يبقى difference between actual و flexible budget، الفرق ده طالع ب 5000. unfavorable، يبقى مين اكبر يا شباب unfavorable؟ كده يبقى الاكتوال اكبر من الفليكسبل ب 5000. يلا بينا، ذا فليكسبل بادجت اكسيد الفاريبل ب 5000. لا طبعا، ده كده يبقى فيفربل، صح؟ لو البادجت اكبر ده يبقى فيفربل. الاكتوال فاريبل اكسيد الفليكسبل، اه الاكتوال اكبر من الفليكسبل، الاجابه الصح بتاعتي هي بي. طب الفليكسبل بادجت اكسيد الستاندر، ما الستاندر هي البادجت. طب الستاندر اكسيد الفليكسبل، الستاندر هي البادجت. ماشي يا شباب، يبقى الاجابه الصح بتاعتي لما الاكتوال فاريبل اهو يبقى اكبر، يبقى انا بحل اللعبه بتاعتي وبرجع اظبطها واختار اجابتي الصح. طب يلا كده نختار اللي بعديها. The variable overhead flexible budget variance، بيتكلم على ال variable overhead flexible budget variance can be subdivided into a. خلي بالك بقى، السؤال ده ممكن يجي لك منه ثلاث أسئلة، يجي لك واحد، ما خلي بالك كل الاسئله اللي قدامك دي ممكن اسالك فيها اوفر هيد او ليبر او ماتيريال. لو السؤال ده ماتيريال يتقسم برايس، لو ماتيريال يتقسم برايس وافشنسي. طب لو ليبر يتقسم ريت وافشنسي. طب لو اوفر هيد او فاريبل اوفر هيد قال لك يتقسم سبيندنج وافشنسي، يبقى انا هدور على الاجابه الصح، برايس وافشنسي. لا، برايس وافشنسي ده يبقى ماتيريال. ستاتيك بادجت فاريانس وسيلز فاريانس، لا ده التوتال فاريانس هو اللي بتقسم كده، وبعدين اصلا ما اسمهاش ستاتيك بادجت فاريانس، ده اسمها فليكسبل بادجت فاريانس، يعني دي غلط خالص ملهاش معنى. نمره بي دي ملهاش اي معنى. سبيندنج اند افشنسي، اه هي دي الاجابه الصح. يبقى الاجابه الصح بتاعتنا هي ايه؟ هي سي. طبعا سيلز فوليوم وسبيندنج ما فيش حاجه اسمها كده. جميل. طب تعال نجربه كده. كمان واحد. Unfavorable variable spending variance معناه ايه؟ ركز بقى. ركز عشان هو دخلنا في الكلام المهم. هو يعني ايه Unfavorable spending variance؟ يعني صرفنا، ما هو السبيندنج ده صرف. صرفنا أكتر مما كان متوقع. صح؟ طب تعالى كده ناخدهم واحدة واحدة ونشوف. الـ variable overhead item were not used efficiency، يعني بنهدر في الموارد بتاعتنا، تبقى efficiency يا باشا. حتى كلمة efficiency اهي، يبقى ده بيتكلم على الـ efficiency variance، إنك أنت ما بتشتغلش بـ efficiently فيطلع لك efficiency variance. The price، price ده سعر، of variable overhead item was more than budget، ما الـ spending معناها انك صرفت
اكتر من المتوقع. يبقى معنى كده ان الاكتوال سبيندنج جريتر ذان البادجتد سبيندنج. امتى يحصل الكلام ده؟ لما سعر الفاريبل اوفر هيد ايتم يبقى اكتر من ما كنت متوقع. يعني ايه؟ يعني كنا مقدرين نستخدم 200 واط كهرباء، كنا بنقول الواط ب 10 جنيه، جت الحكومه رفعته ل 15 جنيه، السبيندنج بتاعك يحصل له ايه؟ يزيد، لانك بدل ما تصرف 2000 جنيه سبيندنج هتصرف 3000، لان السعر بتاع الايتم ده زاد. بتشتري ادوات نظافه للمصنع، كنت مقدر تشتري 10 كيلو ب 10 جنيه، الكيلو النهارده بقى ب 15، فيبقى السبيندنج بتاعك زاد. يبقى السبيندنج معناه البرايس اوف فاريبل اوفر هيد ايتم مور ذان ذا بادجت. بدي الاجابه الصح بتاعتك. تعال نجربه التانيين كده. بيقول لك ذا فاريبل اوفر هيد كوست اللوكيشن بيس واز نوت يوز افيشنتلي. ما احنا قلنا افيشنتلي تبع الافيشنسي. الدينومينيتور ليفل واز نوت اكيورتي ديترمايند. ما قدرناش نحدد البيس اللي بنشتغل عليه، لا مالهاش علاقه. يبقى السبيندنج معناه ان البرايس اوف فاريبل اوفر هيد ايتمز حصل فيه انكريز او ديكريز مور ذان ذا بادجت. اذا كان فيفرابل يبقى انت قدرت تشتري ارخص، اذا كان انفيفرابل يبقى انت اشتريت بسعر اغلى، اشتريت كهرباء بسعر اغلى، اشتريت ادوات نظافه بسعر اغلى، اشتريت زيوت وشحومات وجبت صيانه بسعر اغلى، كان الراجل متفق معايا يعمل لك صيانه ب 10 جنيه الساعة، قال لك والله الأسعار زادت هنعمل ب 15 جنيه، يبقى السبيندنج بتاعك زاد. طيب، وين ماشين أورز أر يوزد أز أن أوفر هيد كوست ألوكيشن بيس؟ الشركة دي بتشتغل بالماشين أور، ده اسمه. ذا موست لايكلي كوز أوف فيفرابل سبيندنج فاريانس. ركز بقى. سبيندنج فاريانس وطالع فيفرابل. حاجة حلوة. ركز. هل معنى كده اكسسيف ماشين بريك داون؟ المكن لما بيتعطل كتير، ما هو المكن لما بيتعطل كتير عدد الساعات اللي انت بتشتغلها بتقل. بس ده نتيجة ان المكن اتعطل. لا طبعا. The production schedule efficiently schedule job. يعني الراجل اللي بيحط جدول العمليات سرع الشغل بتاعه وبدأ يشتغل وقت ساعات اقل. خلي بالك انت بتتكلم على سبيندنج. يعني ايه سبيندنج؟ يعني فلوس، صرف فلوس، يعني اسعار. طب بص كده، ديكلاين ان ذا كوست اوف انرجي. يعني الكهرباء كانت مقدره ب 10 جنيه، ده استيميتد ذا بادجتد كوست ب 10 جنيه. حضرتك لما جيت صرفت اكتوال قالوا لك الكهرباء ب 8 جنيه، طبعا ده حلم يا شباب، يعني ده تيز نوت لوجيك، ما فيش حاجه عندنا في مصر بترخص، لكن نفترض انك كنت مقدر الوات بتاع الكهرباء الكيلو وات ب 10 جنيه، بقى الكيلو وات ب 8 جنيه، يبقى السبيندنج بتاعك ده حاجه كويسه، انت قدرت توفر، يبقى الديكلاين ان كوست انرجي ده يعمل فيفرابل سبيندنج. لكن عدد الساعات بتاعت المكن دي في الافيشنسي. طب المنتج بتاعنا بدا يتطلب عليه انتاج، بنبيع اكتر، ايه دخل انك تبيع اكتر بانك تصرف اوفر هيد اكتر؟ اما بتصرف اوفر هيد بتركز على الصرف فلوس يعني اسعار. يبقى الاجابه بتاعتنا يا شباب هي سي، ديكلاين ان ذا كوست اوف انرجي. طب تعالى نشوفه دي برضه شغال ماشين اور. بيقول لك الاوفر هيد كوست الوكيشن بيس اند ذا انكسبكتد بيرشيس اوف ا نيو ماشين. رحنا نشتري مكنه ريزلت ان فيور اكسبنديتشرز فور ماشين مينتنس. رحنا نشتري مكنه جديده فعملت لي فيور اكسبنديتشر فور ماشين مينتنس، يعني قللت ديكريز الماشين maintenance cost than expected. ده معنى الكلام انك انت رحت تشتري مكنه ف unexpected كده لقيت ان تكلفه الصيانه بتاعتها اقل ما كنت متوقعه. انا كنت متوقع اصرف عليها 2000 جنيه، اصرف 2000 جنيه maintenance cost per year.
حضرتك لما جبتها خدت منك 1500 مينتنس كوست بس اكشوالي. ده اللي حصل. طب تعالى نشوف بيقول لك ايه. The most likely result would be favorable spending ولا unfavorable efficiency ولا favorable fixed overhead. اول حاجه دي مش fixed. يعني ايه مش fixed؟ تكاليف السنه مش fixed. تكاليف السنه دي متغير. Unfavorable production volume variance. عندناش حاجه اسمها production volume variance. هناخده المره الجايه ان شاء الله مع الفيكسد. يعني الاثنين اللي تحت دول تبع الفيكسد فمش تبعنا. فهو السؤال اللي فوق هل هي spending ولا efficiency؟ بص لها كده. مش انت الفيور اكسبنديتشر، كلمه اكسبنديتشر يعني ايه؟ يعني payment، يعني spending، يعني صرف فلوس. ما دام صرف فلوس يبقى بنتكلم على ايه يا شباب؟ بنتكلم على السبندنج. وطبعا دي حاجه كويسه لانك انت حصل فيور اكسبنديتشر، الاكسبنديتشر بتاعتك قلت، فدي حاجه فيفرابل فاريبل اوفر هيد سبندنج فاريانس. يبقى دوت. طب تعال نشوف الاخيره كده بس نمسح الكلام ده عشان تعرف تبص معايا. فور فاريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد ذير از نو، ذير از نو، مفيش مفيش ايه؟ spending لا في spending، efficiency في efficiency، flexible في efficiency. ايه ده؟ production volume variance. اهي دي ان شاء الله هناخدها المره الجايه مع الفيكسد اوفر هيد فاريانس. لكن الاوفر هيد لما بتبقى فاريبل يطلع لك ثلاثه فاريانس، الكبير بتاعهم هو الفليكسبل، يتقسم لاثنين spending و efficiency. يبقى for variable overhead there is no production volume variance لانه related بالفيكسد overhead. طب يلا نجربه تاني. خلي بالك ان الاسئله دي مهمه جدا، يعني انت عندك امتحان الميدترم هيبقى اسئلته فيها كتير بالاسئله ديت، فتركز فيها بعد اذنك قوي قوي قوي. unfavorable variable unfavorable efficiency variance. efficiency variance ده اكيد استخدامنا للبيس. يبقى انا عندي كده السبندنج ده صرف اسعار، امال الافيشنسي ده يوزنج البيس. طبعا البيس ده له اسم، يعني يوزنج الماشين اورز، يوزنج الليبر اورز، حسب البيس بتاعك هو ايه. الافيشنسي هو استخدامك للبيس. فيقول لك variable overhead item were not used efficiently. طب ما هي ديت برضه، قال لك not used efficiently، ما استخدمناش بكفاءة. هي ايه دي؟ قال لك الايتم. بقول له يعني ايه؟ قال يعني الكهرباء مثلا، شغلنا اللمبة وسبناها منورة. ما هو ده not used efficiency للكهرباء، وهو بيتوضى فتح حنفية المية وعمالة تنزل مية. ياخد له ميه بكام؟ ما هي دي نوت يوزد افشنسي. هتقول لي ما هي افشنسي وفاريانس بتاع الافشنسي. هقول لك طب ركز كده. ذا برايس، اقول لك لا البرايس ده يبقى سبندنج. طب بص اللي جايه بقى. ذا فاريبل اوفر هيد كوست اللوكيشن بيس ووز نوت يوزد افشنسي. هي دي. يعني مش الايتم بتاعت، خلي بالك الافشنسي نوت the item of overhead. الافيشنسي هي البيس، وده الفرق بينها وبين الافيشنسي بتاعت الماتيريال مثلا. هناك انت بتشتغل على ايتم ماتيريال، استخدمنا ماتيريال قد ايه وكنا مخططين قد ايه. efficiency of labor كنا مقدرين نشتغل كام ساعه واشتغلنا كام ساعه، لكن هنا مش الايتم بتاع الكوست. يبقى لما بتيجي بافيشنسي بتاعت ماتيريال او افيشنسي بتاع ليبر يبقى ايتم اوف كوست، لكن لما بتشتغل على الافيشنسي بتاعت الاوفر هيد بتشتغل على البيس نوت ذا ايتم اوف اوفر هيد. ولا ميه لوحدها ولا كهرباء لوحدها ما ينفعش، لانك انت عامل اللوكيشن باي يوزنج بيس. فما يضحكش عليا وجايب لي كلمه افيشنسي لهنا وانا شغال افيشنسي فاريانس فيبقى الاجابه دي لا غلط. ده احنا بنتكلم على بيس. يبقى the variable overhead cost allocation base was not used efficiency. كنا مخططين انك تشتغل 3 machine hour per unit،
جيت حضرتك انتجت واشتغلت باربع ماشين اور، يبقى انت استخدمت البيس بتاعك not used efficiently. ماشي يا شباب؟ يبقى not the item of the cost, it is about the base. نكتبوها كمان مرة عشان نفهمها كويس. نيجي على الافيشنسي، لما هشتغل ماتيريال او ليبر يبقى الافيشنسي not used efficiently the item of cost. يعني ايه item of cost؟ يعني ال quantity of material او ال hour of labor ما اشتغلناهمش بكفاءة، يعني جبنا كمية مواد فاستخدمنا اكتر، اتعاقدنا على عدد ساعات فالناس اشتغلت اكتر. لكن لما تيجي ال efficiency عند ال overhead it is not about the overhead items. مش كل item لوحده، امال ايه؟ it is about، قولوا معايا يا شباب، the base. it is about the base. عشان كده هو ده الفرق الجوهري ما بين الماتيريال والليبر لانها دايركت، وما بين الاوفر هيد لانها ان دايركت، فما بتشتغلش على الايتمز اوف اوفر هيد. ده ايتمز كتير قوي، انت بتشتغل على الالوكيشن بيس بتاعك. يبقى الاجابه الصح بتاعتنا هتبقى ايه؟ الاجابه الصح هتبقى سي، ذا فاريبل اوفر هيد كوست الوكيشن بيس واز نوت يوزد افيشنسلي. طب يلا نجربوا الثانيه. variable overhead cost، variable overhead can be managed by. السؤال ده مقلوب، يعني ايه؟ هو انت لما بتعمل management of cost دي معناها control the variance، يعني تتحكم في الفارينس بتاعها. طيب لما اجي اشتغل على الاوفرهيد الفارينس بتاعتنا ايه؟ قال لك عندي اتنين، واحدة spending وعندي واحدة efficiency، صح كده؟ لو تقدر تتحكم في الاتنين دولت يبقى انت عملت management of cost. طب يلا بينا كده اتحكم فيهم ازاي؟ reducing the consumption of the cost allocation base. كل ما تشتغل بcost allocation base، allocation base اقل، يبقى انت اتحكمت في الكوست، يبقى دي صح. eliminating non value adding value. ايه ده ايه ده ايه ده؟ eliminating non value adding variable cost، يعني بتيجي على الحاجات اللي ملهاش لازمه وتستبعدها، يعني decrease expenditure. يعني مركبين في المصنع 13 لمبه، كتير يا اخوانا ما تخلوهم 10 بس. يا في الحاله دي قللت الايه؟ استخدام الكهرباء، قللت الاكسبنديتشر واستبعدت ثلاثه، الثلاثه دول اسمهم نون فاليو ادد، ما لهمش لازمه. ماشي يا شباب؟ يبقى السبندنج انك تقلل الاكسبنديتشر، الافيشنسي انك تتحكم في البيس وتقلل كميه البيس. الله، يبقى دي كمان صح. بلاننج فور ابروبريت كاباسيتي ليفل، لا. عشان كده الاجابه الصح بتاعتنا هي بوث A اند B، لان A efficiency تقللك الافيشنسي فارينس، B spending تقللك السبندنج فارينس. خلي بالك الاسئله دي مهمه قوي وممكن تعمل لك مسليدنج، فمن فضلك كده ركز معايا فيها عشان دي مهمه قوي قوي قوي. When a machine hour are used as a cost allocation base، يبقى انا هشتغل بالماشين اور. خدت بالك ان معظم البيس اللي اشتغلنا بيها كان ماشين اور؟ The item most likely contribute to favorable overhead efficiency. Favorable efficiency variance. يبقى شكلها عامل ازاي؟ Excessive machine breakdown. تعرف excessive machine breakdown يعني اعطال كتيرة في المكن. هي لما المكن يعطل كتير، هتقول لي ما هو المكن لما يعطل كتير عدد الساعات اللي استخدمناها تبقى اقل. يا راجل، ما هو عدد الساعات اقل بس مفيش انتاج، يعني المصنع واقف. لا مش هي دي. ذا برودكشن سكيدجول، امبرسيف سكيدجول اوف ماشين. سرعنا استخدامنا، عملنا سكيدجول امبرسيف سريع،
عدلنا الساعات، بدل ما ناخد 3 ساعات ناخد ساعتين ونص. اه حلوه دي، ده يديني فيفربل. طب ديكلايننج كوست انرجي، لا ده سبيندنج. طب نزود الطلب على الانتاج، ملوش علاقه بينا. يبقى انا بتكلم على افيشنسي، بتكلم على بيس اقدر اسرع استخدامه. يعني اليونت كانت بتاخد 3 ساعات ماشين اور، جه الراجل عمل نيو سكيدجول خلى اليونت تاخد ساعتين ونص ماشين اور. اقول له برافو عليك، انت فيفرابل افيشنسي، انت مور افيشنسي كده. مور افيشنسي يعني كفاءتك زادت، بدل ما تشتغل على المكنه 3 ساعات وتطلع منتج، قدرت تشتغل ساعتين ونص وتطلع نفس المنتج، يبقى انت مور افيشنسي. لكن لما تعطل المكنه وتقول لي اصل في ماشين بريك داون، ما هو كده عدد الساعات قل، بس عدد الساعات قل وعدد الانتاج قل، ما انت ما انتجتش، المكن واقف. عشان كده احنا بنشتغل على الفليكسيبل بادجت، اللي هو ايه؟ اللي هو allowed for actual production، يعني الانتاج الاكتشوال برودكشن بتاعي 1000، كان المفروض ياخد 3000 ساعة، خد 2500 ساعة، يبقى أنت مور افيشنسي، يبقى أنت فيري جود، يبقى عملت سكيدجول قدرت تحسن بيه الأداء بتاعك، يبقى البرودكشن سكيدجول امبرسيف سكيدجولينج أوف ماشين، يبقى دي حاجة كويسة. طب وين ماشين أور أر يوزد؟ أز أ كوست ألوكيشن بيس، ذا أيتم موست لايكلي تو كونتريبيوت تو أنفيفربول افيشنسي، أنفيفربول. ركز بقى كده، اقراهم كده بسرعه وقول لي كده. Using more machine hours than budgeted, worker wastefully using variable overhead, unused capacity, more unit being produced. هو بيتكلم على unfavorable efficiency، يعني الراجل ده كفاءته قليله. يعني use machine hour greater than budgeted، مش كده يا شباب؟ انا قايله انك تصنع المنتج ده في 3 ساعات على المكنه، واقف على المكنه 3 ساعات ونص، يبقى انت كنت بتضيع وقتك وانت عمال تروح هنا وتيجي هنا وتضيع وقتك، انت مش افيشنسي، انت unfavorable efficiency. يبقى ده using more machine hour than budgeted. طب الوركرز wastefully يعني ضيعوا، يعني عمل اهدار. اه ما هو ده spending. فاكر الراجل اللي كان بيتوضى وفتح الحنفيه؟ فاكر الراجل اللي منور 13 لمبه عشان يقعد يكتب كلمتين؟ ما هو ده wastefully using the variable overhead item. unused capacity، لا unused capacity ده معناه انك ما استخدمتش ساعات فعلا، لكن معناه انك ما انتجتش. طب الانتاج زاد؟ الانتاج برضو يزيد او ما يزيدش ملوش علاقه بعدد الساعات اللي استخدمناها. يبقى using more machine than budgeted، هو ده الاجابه الصح بتاعتي. طيب لو كان السؤال بتاعنا بقى ارقام، ركز بقى معايا عشان احنا ايه، حل مع بعض سؤالين كده يبقى خلصنا الموضوع. احنا متعودين نقرا الريكوايرد الاول، السؤال ده فيه 4 ريكوايرد وغالبا الامتحان بيبقى شكله عامل كده. What is the budgeted variable overhead cost rate per output unit؟ ايه ده؟ budget rate per output unit، احنا متعودناش نجيبه كده، احنا بنجيب budget rate per hour per machine hour per base. ماشي. What is flexible budget amount؟ هتلاقي نفسك تخت، هقول لك طب ما تيجي نريحوا دماغنا. امال نعمل ايه؟ يا واد نعمل السمري بتاعنا. احنا عرفنا ان احنا بنشتغل فاريانس، فنعمل السمري بتاعنا زي ما كنا شغالين في البروسيس كوستنج سيستم، كنا اول حاجه بنعمل السمري بتاعنا. انا المطلوب مني املى الخانات دي. لو مليت الخانات دي صح السؤال ده هيتحل ايا كان المطلوب. طب تعالى واحدة واحدة كده ونركز، لأن السؤال ده فيه فكرة حلوة. عندنا كوربريشن بتشتغل بالووتر كولرز اند يوز بادجت ماشين اورز تو الوكيت فاريبل اوفر هيد، عشان كده كتبت هنا ماشين اور، ده اسمه. The following information is available. Budgeted output unit، يعني مخططين ننتج 15,000 يونت. عايزينها هنا دي؟ قال لك لا مش عايزين. مش عايزينها اكيد. لحظه
لكنك مش عايزين. بادجتد ماشين اور 5000. هتقول لي ايه دي؟ هقول لك لا، دي اسمها بادجتد ماشين اور الاود فور اكتوال برودكشن. دي عباره عن ايه؟ عباره عن بادجتد ماشين اور بير يونت مضروبه في الاكتوال برودكشن. طب من الاثنين دول ممكن اجيب ايه؟ انت مخطط بادجتد استيميتد تنتج 15000 يونت وتستخدم فيهم 5000. يبقى اقدر اجيب البادجتد ماشين اور بير يونت. الراجل ده كان مخطط ماشين اور بير يونت، يبقى اللي فوق ماشين اور واللي تحت اليونت. اوعى تنسى دي، بادجتد ماشين اور بير يونت، يبقى ده الاول وده اللي تحت. عنده ماشين اور 5000 ويونت 15000. الراجل ده مخطط استيميتد فوركاستد بادجتد تو يوز 5000 ماشين اور تو برودوس 15000 يونتس. يبقى اليونت الواحده تاخد كام؟ قال لك بوينت، تعال نعملها بالكالكوليتر كده. 5 على 15، 5 على 15 تلاقيها طالعه لك تلت. ممكن تقول تلت اور او تشتغل بوينت 3 زي ما انت عايز. نقول تلت يبقى الرقم ده تلت. تعال بقى واحدة واحدة كده عشان ما نتوهش. يبقى دوت تلت، دي البادجتد ماشين اور بتاعتنا بير يونت تلت. يبقى خدنا من دي كده ان كل يونت ايتش يونت نيدز تلت اور، تلت ساعة. بادجتد فاريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد كوست دي البادجتد فور 15161250. يعني وي سبند 161250 ذا بادجت. يبقى وي بادجت تو سبند 161250 تو بروديوس 15000 يونت. أنا عايز أجيب الريت. الريت بتاع إيه؟ الريت ده بادجت ريت. هو الريت ده بيبقى بير يونت ولا بير أور؟ ماشين أور. ده أكتوال ريت بير ماشين أور، وده بادجت ريت بير ماشين أور. طب أنا عايز أجيب الريت للماشين أور، هي الـ 15000. يعملوا كام ساعة؟ يعملوا 5000. يعني لو خدنا ال 161250 وقسمناها على ال 5000 ماشين اور تطلع لك ايه؟ تطلع لي كوست بير ماشين اور. اهو ده الريت، لان الريت فلوس بير ماشين اور. اشمعنى ماشين اور؟ مش البيز بتاعك ماشين اور؟ طيب هناخد ال 161000 250 نقسموها على ال 5000 فيطلع لنا 32.25. يبقى كل ساعة بتاخد 32.25. جميل، ماشي بالترتيب اهو. اكتوال اوتبوت يونت 22000 يونت. طبعا يجي الغلبان يقوم ضارب هنا في 22000، ده يدخل النار. كل سنة وانت طيب، اشوفك السنة الجاية. ايه ده؟ هي غلط؟ طبعا غلط، طبعا دي غلط. تعال نمسحوا كل الكلام ده كده. طبعا غلط، انت عندك هنا تلت، انت عندك ادي تلت ماشي. وصلت ديت 32.25 دولارز بير ماشين اور. الرقم اللي هيتضرب هنا يا شباب هو اكتوال برودكشن ماشين اورز. ايه؟ مش اكتوال يونت؟ لا يا باشا، اكتوال برودكشن ماشين اور. احنا عايزين ده يطلع اكتوال برودكشن ماشين اور. طب هتعملها ازاي دي؟ قال لي ابدا، هاخد اضرب في 22000 والناتج بتاعنا 7333.
ماشين اور. لا ركز معايا مش فاهم، هقول واحده واحده كده. انت حسبت ده 32.25، وحسبت ده بتلت. احنا عايزين الرقم اللي مكتوب هنا اسمه ايه؟ اسمه بادجت ماشين اور اللود فور اكتوال برودكشن. تعال نقولها بالبلدي، يعني مسموح لك كام ساعة للإنتاج الفعلي؟ الإنتاج الفعلي بتاعك 22,000، يبقى حضرتك مسموح لك تستخدم 7333 ساعة وثلاثة من عشرة يعني، وتلت ساعة كمان هي 0.3. 7333.3 ده اسمه البادجتد مانيفاكتشرنج اوفر هيد اورز الاود فور اكتوال برودكشن. بادجتد مانيفاكتشرنج اورز الاود فور اكتوال برودكشن، مسموح لك تستخدم 7333. يبقى ال 22,000 يونت دولت يستخدموا المفروض حسب الاستاندرد 7333 ساعه. طب حضرتك اشتغلت فعلا ايه اكتوال؟ قال لي 7200. قلت له يبقى هنا 7200. فاكر لما قلت لك في المحاضره المح الارقام وتاكد انها قريبه لبعضها؟ يعني ايه تاكد انها قريبه لبعضها؟ يعني حضرتك ما ينفعش تكتب لي هنا 22,000 وتقارنهم مع 7200. انا قلت لكم الكلام ده في المحاضره اللي فاتت، ده طالع 7300 وده 7200 قريبين لبعض، لكن لو كتبنا ال 22,000 على طول وقارناهم بال 7200 لاقول لنفسك في حاجه غلط. ما ينفعش ابقى شغال فعلا 7000 ساعه وانا مخطط لك تشتغل 22,000 ساعه. اتس نوت لوجيك. انت هنا خلطت بين اليونت وبين الاورز، انا عايز الاثنين يبقوا اورز ماشيين ايه؟ اورز. فدي تركه مهمه قوي لازم تاخد بالك منها. جميل، يبقى احنا عرفنا ان احنا هنشتغل هنا ب 7200 لانها جيفن اهي. طيب اكتوال فاريبل اوفر هيد ب 242,000، ايه ده؟ ده الاكتوال كوست، يعني الاثنين دولت ب 242,000. تعرف تجيب ده لوحده بكام؟ هتقول لي سهله، لو قسمنا ال 242,000 على ال 7200 هيطلعوا لي 33.6. اتاكد انك قريب. اه دي 32 ودي 33 قريبين لبعض. يبقى انا كده جمعت الجدول بتاعي. تعال نعمله كمان مره. الجدول بتاعنا كان الرقم الاولاني ده 32.25، ده كان تلت في 22,000، فقام مطلع لي 7333.3. والاكتوال ريت احنا حسبناه، عرفنا ده 7200، قسمنا ال 242 توتال كوست على عدد الساعات 7200 اعطاني 33.6. تعالى بقى انت عايز ايه؟ ايا كان الريكوايرد اللي هنا ان شاء الله هنحلوه. ركز بقى، هو البادجتد فاريبل اوفر هيد كوست ريت كام؟ هتقول لي ده، هقول لك ده اسمه بادجتد ريت فور ماشين اور. صح يا شباب، ده كل ساعة ده بير ماشين اور. هو مش طالب بير ماشين اور، هو طالب بير اوت بوت اوف يونت. هتقول لي طب يعني ايه؟ هقول لك هي اليونت نيدز كام ساعة؟ قول لي تلت. خلاص، يبقى البادجتد ريت بير يونت بيساوي ال 32.25 على 3. لا مش فاهم يا واد. سهلة، بص لها تاني، ركز معايا تاني. الجدول اللي معانا ده جدول ثابت ما بيتغيرش حسب الريكوايرد. انا بحط الارقام جواه كقاعدة ثابتة. فالراجل بيقول لي انا عايز هنا بير يونت، عايز البادجتد اوفر هيد ريت بير يونت. الرقم ده بادجتد ريت
بس بير ماشين اور، ده ماشين اور، ده ماشين اور، انا عايزها بير يونت. فقال لي سهلة، خد ال 32 200 اللي هو 25 ده، دي بير ماشين اور، واقسمها على عدد الساعات اللي بيحتاجها اليونت الواحد. اليونت الواحد انت عندك بتقسم على 3، لانك انت كل 3 ساعات، اسف، كل تلت ساعة بتعمل يونت، يبقى في الساعة بتعمل 3 منتجات. يعني ال 1 اور بروديوس 3 يونتس، كل ساعة بنصنع فيها 3 وحدات. طب انا عندي الساعة ب 32، يبقى المنتج الواحد بكام؟ اقسم على 3 فيطلع لك 10 75، فيطلع لك 10 75، يبقى الإجابة بتاعتنا 10 75. تعال نجربوها كده، انا عملتها بدماغي، 32 25 على 3 تطلع 10 75، يبقى كل يونت بتكلفني 10 75. جميل. طب يلا نجربه كده، تعال نمسحه دي كده. What is the flexible budget amount؟ انت عارف الفليكسبل، تعال نحط الارقام بتاعتنا تاني. 7 و200 33.6 7300 33.3 32.25. البادجيتد اماونت اوف فاريبل اوفر هيد هو ده، ده اسمه البادجيتد اماونت، اكشوال اسمه الفليكسبل بادجت اماونت. امال ده اسمه ايه؟ ده اسمه الاكشوال. يبقى ده الفليكسبل، لو ضربنا الاثنين دول في بعض يساوي الفليكسبل، ضربنا دول في بعض يساوي الاكشوال. هو عايز ايه؟ هو عايز الفليكسبل بادجت، يبقى اضرب دول في بعض هيطلعوا بكام؟ هيطلعوا ب 236,500. يبقى الاجابه بتاعتنا دي جاهزه من الجدول، يدف ده. طب هو عايز الفارينس، عايز الفليكسبل بادجت فارينس، يبقى الفرق بين ده وده، الفرق بين الاكشوال وبين الفليكسبل، يعني 7 و200 في 2 في 33.6 يطلع لك الاكشوال اهو. شيل منه الفليكسبل، لسه حاسبينها 236,500 الاثنين ناقص بعض، هيطلع لك 5500، وهيطلع الرقم ده unfavorable. يبقى مجرد الفرق بين الاثنين دول، يبقى مجرد ما عملنا الجدول، الجدول ده كان فيه فكره بس انك تعرف تحسب الرقم ده. الرقم ده حسبناه ازاي؟ خدنا 22,000 يونت، ده النمبر اوف يونتس، صح؟ قسمناهم على 3 او ضربناهم في تلت، لان كل يونت بتاخد تلت ساعه، فانا عايز اطلع عدد الساعات عشان اطلع البادجتد مانيفاكشرنج اور اللود فور اكشوال برودكشن. سؤال حلو وما هو الصعب، تعال نجربه دوت. طب ما تيجي نعمله الجدول بتاعنا على طول، ناخد الارقام اللي عندنا ونحطها في الجدول واحدة واحدة بقى كده. Budgeted variable overhead cost per unit. Budgeted variable overhead cost per unit. Actual variable overhead. Flexible budget overhead. Variable overhead efficiency. ايه ده؟ اعطيني efficiency variance يا شباب. ايه المشكلة؟ أول سؤال عايزينه، عايز الـ variable flexible budget variable overhead flexible budget، ده بيساوي ايه ده؟ ده actual ناقص flexible budget. طب هجيبهم منين؟ تصدق الاثنين given؟ ادي الاكتوال 16,800 ناقص، بص اللي تحتيها flexible budget amount for variable overhead 18,000، فيطلع لك 1200 فيفربل ولا انفيفربل؟ ماينس اهو فيفربل، انت صارف 16,800 وانا كنت سامح لك تصرف 18 فانت وفرت، فده فيفربل. طب وات از ذا فاريبل سبيندنج فاريبل؟ هتقول لي يا دكتور انت ما حطيتش حاجه هنا،
هقول لك ما الارقام اللي هنا ما تتجابش، مش هعرف اجيبها. يعني مش تعرف؟ مش هعرف، ما فيش هنا جيفن ديتا تكفيني اعمل الجدول، اصله عاطي لك كل حاجه جيفن. هتقول لي طب انت عايزين نحسبه السبندنج، وانا ما عنديش هنا ريت وهنا ريت عشان اطرحهم من بعض واضرب في اكتشوال. اقول لك بس عندي حاجه تانية، مش انت لسه حاسب من شويه الفليكسبل بادجت؟ الفليكسبل بادجت ده بيساوي ايه؟ بيساوي السبندنج والافشنسي، صح يا شباب؟ طب ما هو عاطيني هنا الافشنسي فارينس جيفن ده ب 360 unfavorable، وانا لسه حاسب ده ب 1200 favorable. تعرف تحسب ده؟ تعرف ولا تعرفش؟ اه طبعا اعرف. يطلع الرقم بتاعنا 1000، اجمعهم على بعض 1560 فيفربل، عشان لما تجمعهم على بعض يبقى ده 1560 فيفربل، 360 ان فيفربل يطلع 1200 فيفربل، يبقى الاجابه الصح بتاعتنا 1560. الاجابه بتاعتنا 1560. هو اعطاك الايكويشن اللي انت عارفها، اعطالك الفليكسيبل، وانت عندك السبندنج، عندك الافشنسي، تقدر تجيب. بس اهم حاجه تاخد بالك من فيفربل وان فيفربل، يبقى الاجابه الصح بتاعتنا 1560 فيفربل. جميل. طب ناخد اخر سؤال معانا، ركز بقى. ده عايز الاكتوال اوفر هيد، فليكسبل بادجت، عايز السبندنج، عايز الافشنسي. تعالى نعمله الجدول، نعرف هنجيبه ارقام ولا لا. بيقول لي عندنا كومباني مانيفاكتشرنج 100,000 بوكيتس دورنج فيبروري، ده اكتوال. ذا اوفر هيد كوست اللوكيشن بيس $5 بير ماشين اور، ده بادجت ولا اكتوال يا شباب؟ هي هنا يعني ممكن تلخبطك، لكن هي مكتوبه هنا بادجت. بس خلي بالك ان دايما الاوفر هيد الجيفن بيبقى دايما بيبقى بادجت. فدي الخمسه. البرودكشن 100,000 و100,000 ما اختلفناش. الماشين اور اكشوالي 9,800، وده كان 5.25 الاكشوال ريت، عايزين نجيبه ده. يلا اوعى تقول لي 10,000 ساعه، تخش النار. هتقول لي ليه؟ هقول لك هي ممكن تطلع 10,000 بس تبقى صدفه، لكن انت عايز تحسبها كده، انت عايز تجيب بادجت ماشين اور، هو ده البيز بتاعنا، بير يونت، وتضربه في الاكتوال برودكشن. تعرف تجيب لي بادجت ماشين اور بير يونت؟ اقول لك اه. هبص على البادجت واجيب الماشين اور فوق على النمبر اوف يونتس تحت، يبقوا الاثنين بادجت. طب هي البادجت ماشين اور بكام؟ ادي الماشين اور البادجت بتاعها 10,000 ساعه. طيب البرودكشن بتاعنا 100,000 يونت، يبقى 0.1 ماشين اور بير يونت، صح؟ يبقى كل يونت بتاخد 0.1، يبقى دي 0.1 نضرب فيه الاكتوال برودكشن. وبالصدفه هنا ان الاثنين قد بعض يا شباب، لكن انا هحسبها دايما كده، ادي 100,000 فيطلع الرقم ده 10,000. خلي بالك انا ما خدتش ال 10,000 دي من هنا، انا حسبتها، جبت البادجتد ماشين اور بير يونت، قسمت الماشين اورز على اليونت، وطلعت الواحده بتاخد قد ايه، ورجعت ضربتها في الاكتوال برودكشن، طلعت بالصدفه 10,000. طبعا صدفه ليه؟ لان الرقمين دول يساووا بعض، فما تتخضش. يبقى 0.1 ماشي. انت جاهز دلوقتي؟ اه جاهز. جاهز تعمل ايه؟ ما انا خلصت يا راجل. اه والله انا كده هشيل الكلام اللي تحت ده كله، وهساله انت عايز ايه واحسبه لك. طب ركز بقى معايا كده، اول واحده عايز ايه؟
اول واحده عايز اكتوال فاريبل اوفر هيد كوست كم في كم اكتوال ده يطلع الاكتوال. يعني لو خدنا 9800 ضربناها في 5 25 هتطلع 51450. ضربت دول في بعض ادور عليها ادي 51450. طب عايز ايه كمان؟ عايز ايه كمان؟ عايز الفليكسبل بادجت. يا سيدي اضرب دول في بعض. ايه؟ ايوه ما هما الاثنين دول في بعض اسمهم اكتوال. والاثنين دول في بعض اسمهم فليكسبل بادجت. فلو خدنا ال 10000 دول مجموعهم 10000 ضربناها في 5 يعمل لك 50000. والله اه والله اهي يبقى ندور على 50000. لا انت بتهزر صح؟ لا والله اهي مش ههزر. هقول لك تاني الرقم ده كان 9800 الرقم ده 5 25 الرقم ده حسبناه ب 10000 كان عباره عن 100000 مضروب في البوينت 1 والرقم ده ب 5. عايز تجيب الاكتوال خد ال 9800 اضربهم في 5 25. عايز تجيب الفليكسبل بادجت خد ال 10000 اضربهم في 5. طب عايز اجيب السبندنج وماله نجيبه السبندنج. قول لي كام ناقص كام مضروب في كام؟ ها صح 5 25 ناقص 5 مضروب في 9800 هتلاقي الرقم طالع لك 2450 unfavorable. تعال ندور عليه كده اهو. طب تعال نجربه كده الافشنسي. الافشنسي كام ناقص كام في كام؟ 9800 ناقص 10000 مضروب في 5 فتلاقي طالع لك 1000 favorable. ندور عليها كده ادي 1000 favorable. وسؤال يجي في الامتحان ويبقى عليه 7 8 درجات وهو سؤال خايب ما فيهوش اي فكره. حط الجدول بتاعك الرقم الوحيد اللي كان فيه قلق هو ده. فاضطريت تحسب البير يونت وتضربه في عدد الاكتوال يونتس يطلع لك هو ده الرقم. بادجت مانيفاكشنج اور الاوت فور اكتوال برودكشن. فالعمليه ما فيهاش مشكله وسهله محتاجه بس انك انت تركز عليها وتحل تاني وتبص على الاسئله دي وتحلها كمان مره وان شاء الله كده يبقى زي الفل. والمره الجايه ان شاء الله هناخد باذنك يا رب الفيكسد كوست فاريانس ان شاء الله.